السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. وعارفين لما دايما بنيجي نتكلم عن الأكل الصحي، تملي الحديث عن الأكل الصحي أصبح عند البعض من حضراتكم ممل جدا، لأنه في بعض مننا دايما بيحس إن الأكل الصحي ده أكل سخيف، طعمه ماسخ مش حلو. فالناس دي تجمع النهاردة في حلقة اليوم، لأننا هنرضيهم في حلقة جميلة جدا، حلقة هنتكلم فيها عن ورق العنب اللي بيتعمل بيه المحشي، واللي بتعمل بيه الدولمة العراقي، وهنقول ايه اللي ممكن يحصل للجنين لو اكلتي ورق العنب. ولكن بنأكد على حاجة مهمة جدا، هو التناول باعتدال، عدم الافراط في تناول الدولمة او المحشي يا لوزة، عشان زيادة الوزن في فترة الحمل ممكن تتسبب في مشاكل. الاكل دايما يكون باعتدال، طبق صغير في قد مثلا 17 صوابع بالكتير قوي، وصوابع صغيرة ده حلو قوي كده، هناخد منه الفايدة بتاعتنا. تخيلوا ان ورق العنب مهم جدا لعظام الجنين، لانه بيحتوي على نسبة كالسيوم عالية، يعني ورق العنب ده ممكن يكون مصدر من مصادر الكالسيوم غير الحليب ومنتجاته والاجبان وكده، يعني مهم جدا عشان عظام الجنين وتطوره. كمان ورق العنب مهم جدا جدا لتطور الدماغ عند الجنين، بيحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة جدا لتطور الدماغ عند الجنين. ورق العنب كمان بيحمي الجنين من التشوهات، ودي نقطة مهمة جدا لأنه بيحتوي على نسبة حمض فوليك عالية. كمان بيدعم نمو الجنين وزيادة وزنه، لأنه بيحتوي على نسبة حديد عالية، وبيحمي الحامل من فقر الدم، وبيحميها من نزيف ما بعد الولادة. الله، ده حاجات جميلة جدا، كل ده من ورق العنب لسه. كمان بيحسن من أداء الجهاز الهضمي عند الحامل، وبيحميها كمان من الإمساك في فترة الحمل. ورق العنب كمان مهم جدا عشان يحمي الحامل من حاجة مهمة جدا، هي التشنجات العضلية اللي ممكن تحصل لها، وده لأنه بيحتوي على نسبة مغنيسيوم لا بأس به. وكمان عايز أقول لحضراتكم إنه بيحسن من الدورة الدموية عند الحامل، وبيحميها من تسمم الحمل، وكمان بيحميها من الولادة المبكرة، كل ده في ورق العنب. لكن مهم جدا أمرين، الأمر الأولاني هو التأكد من غسل ورق العنب جيداً، لأن ورق العنب لو ما تغسلش كويس ممكن تكون فيه بكتيريا بتنمو على أوراق الشجر وأوراق الخضروات. يتم التأكد من غسل ورق العنب كويس جدا، دي النقطة الأولى والمهمة. النقطة الثانية وهي عدم الإفراط في تناول ورق العنب، اللي هيكون طبعا مش لوحده، هيكون جواه شوية رز، حبة الرز اللي لو كترنا منهم ممكن يزودوا وزن الحامل ويرفعوا سكر الدم ويدخلونا في قصة تانية. وكل دايما لما بنتكلم عن أي حاجة فيها فايدة، تملي بنقول الاعتدال مطلوب، والحاجة اللي بتيجي منها فايدة لو أكلنا منها كم بسيط بناخد الفايدة، أكلنا منها كم كبير الفايدة بتتقلب إلى العكس، يعني ممكن تحصل لنا منها مشاكل. يعني مثلا لو اكلنا كتير من ورق العنب، بدل ما هيحسن من اداء الجهاز الهضمي، لا ده هيعمل لي مشكلة في الجهاز الهضمي. فلذلك التناول باعتدال، وانبسطوا بورق العنب سواء هتعملوها محشي او هتعملوها دولمة عراقي. سلام عليكم. تعالي تعالي تعالي، رايح فين؟ زهقت الدكتور؟ سألتيه مليون مرة، حسيتي إن الدكتور بدأ يتخنق منك؟ كل شوية تتصلي بالدكتور، الدكتور عسل، اداكي رقم تليفونه وبالتالي ما سبناهوش. كل ما تسأليه على حاجة، الدكتور يبدأ يجاوب مرة اتنين تلاتة، وبعد كده يبدأ يتخنق من كتر الأسئلة
اللي ممكن يستشعر الطبيب إنها لو قرأت شوية أو طلعت شوية هتلاقي إجابتها. اتصلت بالدكتور الساعة 2 بالليل وقمتي من عز النوم على حاجة خطيرة جدا. الدكتور قال لك في إيه يا مدام؟ قلت له يا دكتور لو أكلت خيارة مخللة وأنا بفتح التلاجة بالليل ده يأذي البيبي؟ الدكتور هنا ممكن يعملك بلوك ويقول لك شكرا، أشوفك في العيادة إن شاء الله. طب ما الحل بسيط، طب ما تشتركي هنا في قناة الرشد اطرحي كل أسئلتك. الأسئلة كتيرة جدا اللي احنا بنطرحها على الطبيب، بنجد حرج إن احنا نسأله بعض الأسئلة، وممكن نتكسف إن احنا نكتر عليه في الأسئلة. مش بيحصل؟ بيحصل. طب ليه يا لوزة؟ ما تيجي هنا اشتركي في القناة واطرحي سؤالك هنجاوب عليه. كذاب ما بتجاوبش على حاجة. ليه بس كده؟ هتهدي واحدة واحدة. سألتك 100 مرة وما جاوبتش عليا. طيب ما في حاجة تانية، في قناة روشيتا في مكتبة كبيرة جدا من الفيديوهات، اكتبي سؤالك في محرك البحث. عارفة محرك البحث يا لوزة؟ اللي هتلاقي فيه عدسة كده على تطبيق اليوتيوب من فوق، هتلاقي فوق مرسوم عدسة وكمان محطوط كده جنبيها المكان اللي هتكتبي فيه البحث بتاعك، ده محرك البحث بتاع اليوتيوب. اكتبي فيه سؤالك وجنبيه الروشيتا. لو ما طلعش ان سؤالك ده ليه اجابه عندنا في قناه روشيتا، ساعتها بتعالي خدي حقك مني. ايوه تعالي خدي حقك مني كذاب. طب حقك عليا برضه كذاب. سالتك قبل كده وقلت لي استشيري طبيبك الخاص، امال ايه لازمه سيادتك؟ لازمه سيادتي ان الطبيب المحترم الغلبان اللي اداكي نمرته عشان تتصلي بيه في وقت اللزوم، حضرتك حرفيا بتساليه عن كل حاجه في حياتك، لدرجة انك ممكن تسأليه انا ازاي على جنب اليمين ولا جنب الشمال. الطبيب ممكن يقعد يستغرب من كتر الاسئلة بتاعتك ويطلب منك طلب واحد، لو سمحت يا مدام اقرأي شوية. طيب هنا في قناة روشيتا انا هعمل معك ايه؟ انا هجاوبك على الصح وعلى الغلط وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، لكن عند نقط معينة هنا هنقول لك لازم تستشيري طبيبك الخاص. ليه؟ لان في حاجات كتيره جدا ما ينفعش انك تاخدي اجابتها عن طريق السوشيال ميديا بتاتا، لازم يحصل فحص اكلينيكي عند الطبيب، وده لمصلحتك وما تزعليش مننا لما نقول لك استشيري طبيبك في هذه الحاله. اشتركت في القناه الوزه؟ اشتركت في القناه؟ اشتركتي؟ اشتراك سهل مجانا بدون مصاريف وبدون شحن وبدون اي حاجة. انزلي تحت هتلاقي فيه كلمة اشتراك، اعمل اشتراك، اكتبي سؤالك وان شاء الله يا تلاقي سؤالك اترد عليه يا تلاقي نفس اجابة سؤالك موجودة في القناة. الحل بسيط والله وسهل ومش مكلف، واحنا دايما بندور على الصعب ونعمله ونسيب السهل وما نعملوش. أشوفك على خير.